قصص عربية. الرقص تحت النجوم. قديماً في بلدة اسمها سوتو عاشت فتاة صغيرة اسمها جينا، كانت تعيش مع والديها المحبين لها جداً. لكن في يوم حزين غادر الوالدان للعمل ولم يعودا. حزنت جينا وكانت وحيدة. كانت تستيقظ كل يوم ترتب الفراش وتعد نفسها للذهاب للمدرسة. كانت خائفة لكنها لم تعرف أن الأطفال ليسوا وحدهم أبداً. وأي طفل يعيش وحده؟ لديه جنيات يقمن بحمايته طوال الوقت. كل يوم عندما تغادر للمدرسة الجنيات ينظفن البيت ويرتبن السرير وكذلك كل شيء. وأحياناً كانت جينا تلاحظ تغييراً في المكان أو تلاحظ النظافة، لكن لم تفكر أن هذا هو عمل الجنيات، وهذا لأنهن يعتنين بها بشكل خفي لكن لا يتدخلن أبداً في مشاكلها. كان على جينا أن تتعلم من الحياة لتصبح شخصاً قوياً. مرت سنوات ورغم الصعوبات كبرت جينا وأصبحت حكيمة وكريمة، وكانت فتاة واثقة ولم تعرف أبداً من يحميها ويحبها كذلك، وأيضاً يفخر بجينا الشابة. أهلاً جينا، أمستعدة للذهاب إلى الورشة؟ أنا مستعدة يا فلو. هذا هو فلورنس، كان صديقها المفضل ويساعدها دائماً. فلورنس وجينا يعملان معاً في ورشة متخصصة في الخشب، وهكذا يكسبان رزقهما. ولكن أيضاً جينا الموهوبة كانت تصنع فخاراً جميلاً ولوحات مذهلة. رغم أنها لا تجني الكثير لكنها كانت سعيدة. حسناً، اليوم كان سيئاً، أنا لم أبع أي قطعة أثاث. يا فلو لا عليك، غداً سيكون أفضل، لما لا تأتي معي حتى نأكل حساءً لذيذاً؟ أخبريني، أمتحمسة لعيد ميلادك غداً؟ مؤكد ستغني الطيور لك مثل كل عام. أتمنى أن يكون الغد عادياً، يحدث شيء غريب كل عام وهذا يخيفني. أوه كلا، أي أحد يتمنى أن تغني له الطيور في عيد ميلاده؟ لكنهم يغنون فقط لأميرات الحكايات بالطبع. لم يعرف فلورنس أن جينا كانت أميرة الجنيات. تعرفون، الجنيات والمخلوقات السحرية كانوا فخورين جداً بجينا، ولهذا جعلوا جينا أميرتهم وكانوا يحتفلون بعيد ميلادها معاً. لكن جينا لم تعلم بهذا، كانت فقط ترى أموراً غريبة في هذا اليوم. أها، أميرة. حسناً، لنقل إن الجنيات والطيور والمخلوقات لم يتمكنوا من إخفاء حبهم لجينا، لكن مع الحب الكبير والمشاعر غالباً ما تأتي الغيرة. وهناك شخص كان يغار كثيراً من جينا. أنا أكره هذا، أنا الملك والجميع يفضل بشرية أكثر مني، هذا مخجل. عيد ميلادها يقترب، لما لا نزورها كأشرار؟ نحن أشرار، لا تقل نزورها كأشرار. صباح الخير يا طيور، لا أفهم كيف لا تنسون عيد ميلادي، لكن لا أهتم وأعتبركم هدايا من والدي. عيد الميلاد هذا سيكون مختلفاً. يا زعيم، فلورنس ليس موجوداً، ستذهب للورشة وحدها، هذه فرصتنا. لحظة، ما هذا الصوت؟ إنه صوت طفل. أولى علي أن أتأكد. كانت قلقة جداً حتى أنها لم تلحظ دخولها غابة ديتيري. لابد أنه الملك سيدي، يعرف أن سحرنا لا يعمل هناك، سوف تضيع بالتأكيد. لكن هذا أفضل من مقابلة الرؤساء.
غابة ديتيري كانت كثيفة حتى أن ضوء الشمس لا يصل للأرض. جينا كانت تسير في ضوء خافت وكانت تتقدم. الغابة خطرة على طفل صغير، ولن أستسلم حتى أجد أنت. أخيراً وجدتك، ماذا تفعل هنا؟ لقد فقدت والدي، أنا خائف وجائع جداً. هل معك أي طعام؟ طبعاً. أعطته جينا كل ما كان معها من طعام. أوه، أسمع شيئاً، لابد أنهما والدي، هل تتأكدين لي؟ أرادت جينا أن تجد له والدي، وعندما غادرت المكان وتركت كل أشيائها تحول الطفل إلى الملك سيدي. أخذ كل الطعام والمال ثم اختفى. لا يوجد أحد هنا. ها؟ أين ذهب الولد؟ لحظة، أين حقيبتي؟ أظن أنه يحتاجها أكثر مني. على الأقل أنا كبيرة وأعتني بنفسي. أتمنى أنه في أمان الآن. علي إيجاد الطريق الآن. كان الملك منزعجاً من كلام جينا. ما هذا الهراء؟ كان يجب أن تغضب وتخاف. سيدي، علينا العودة، هذه السخيفة تتعمق أكثر، وحتى أنت لا تستطيع البقاء في ظلام تلك الغابة. ودعنا لا ننسى أمر الروح الغاضبة. أنت محق، بدون الجنيات ظلام الغابة سألتهمها. ودعني يا صغيرة. ازداد ظلام الغابة وكثافتها، وجينا بلا مال أو طعام. حل الظلام، لذا لم يعد هناك أي ضوء مطلقا. لكنها لم تكن خائفة. بعد قليل سمعت صوتا. النجدة، هل أنت بخير؟ أشعر بالبرد وقدمي تؤلمني، لكن لن تهتمي بمساعدتي، صحيح؟ الكل يستحق المساعدة، وبالأخص من تشجع وطلبها. أعطتها جينا معطفها والقبعة والحذاء. لكن ستشعرين بالبرد، لا تملكين شيئاً. سأكون بخير، فأنا أقوى مما يبدو علي، سأتحمل البرد. أخبريني أين تعيشين وسأخذك إلى هناك، ثم سأعود لبيتي. ابتسمت العجوز لجينا، وفجأة خرج منها ضوء واختفى الظلام حول جينا، وظهرت السماء والنجوم مجددا. ماذا يحدث؟ جينا، كرمك أذاب ظلام تلك الغابة، وكذلك غضب قلبي. وحدها الروح النقية يمكنها هذا. لا تملكين المال أو الطعام، والجو بارد، ومع ذلك تخليت عما تملكين لتساعدي شخصا يحتاج. روحك هي الأنقى يا جينا. ومن تكون؟ أنا روح الغابة، ويسمونني روح الغابة الغاضبة. الناس يخشونني بسبب غضبي الزائد، لكن طيبتك قد أسعدتني كثيراً. جينا، انظري. لم تصدق جينا ما ترى. هل تسقط النجوم؟ رأت الجنيات جينا بعد أن ذاب ظلام الغابة وأرسلوا لها الحب. إنها ليست نجوماً، أمسكيها لتعرفي. إنها نقود، نجوم ذهبية. لا أصدق، كيف يمكن هذا؟ يا جينا، عندما يظهر شخص هذا الكرم فأنا أظن أن أي شيء ممكن. لم تصدق جينا ما ترى، ورقصت تحت نجوم السماء، وسلتها كانت تمتلئ بنجوم ذهبية. أعطى الروح جينا ملابسا جديدة وشاهدها وهي ترقص تحت النجوم، وكان مشهدا مذهلا. حكت جينا ما حدث لفلورنس واستمع لها وهو في منتهى الدهشة. حسنا، هذا أغرب شيء حدث في عيد ميلادك مطلقا. استخدمت النجوم الذهبية في إسعاد الناس، وساهمت كثيرا في تطوير البلدة. وسريعا أصبحت جينا عمدة البلدة.
لم تكتشف جينا أبداً حقيقة الجنيات أو الملك سيدي. كل ما تعرف أن الطيبة والكرم يكافئان دائماً. أما عن الملك سيدي، الآن يحبها الجنيات والبشر. أتساءل لو ستصبح صديقاتي. نعم، وصديقتي أيضاً.